أهلا بكم. محاضرتنا النهاردة هنتكلم فيها عن complications of impacted teeth. إيه ال complications اللي ممكن تكون associated مع any impaction؟ لكن كالعادة وقبل ما نبدأ، لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة فحالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبة لأصدقائنا ما تبخلوش علينا بالدعم والطاقة الإيجابية عن طريق اللايكات والشير. وأرجوكم يا جماعة خدوا لفة في سلسلة محاضراتنا اللي فاتت والموجودة على القناة، وما تنسوش تحميل لينك الكتاب الخاص بكل محاضرات القناة، هتلاقوه على التليجرام. فنجان القهوة الجميل بتاعك، ورقة وقلم علشان تدون ملاحظاتك وانت بتتفرج علينا. ودلوقتي يلا بينا. يعني ايه impaction teeth؟ impaction هي ببساطة أي سنة fails to erupt في ال oral cavity. يبقى any tooth fails to erupt في ال date of eruption بتاعها ده impaction. طبعا بقى الفرق ما بين impaction و ankylosis، ال impacted tooth في force، في حاجة منعاها من إن هي تطلع، تمام؟ والله الحاجة دي ممكن تكون dense overlying bone، dense fibrous tissue، تمام؟ إنما الأنكيلوزز لا، ده في سبيس وكل حاجة، لكن في فيوجن اوف تو هارد تيشوز، يعني البون مع السمنتم، وبالتالي السنة مش قادرة إن هي تتحرك ويحصل لها الرابشن. طيب، طبعا الأوردر اوف فريكونسي اوف امباكشن، أكتر سنة امباكتد في الأورال كافيتي هي اللور 8، يليها الأبر 8، ثم الابر كناين، تمام؟ وبعد كده بقى البريمولرز لور اند ابر، ويمكن اكتر حاجه في البريمولرز هو الفايف السكند بريمولر، على اعتبار انه الايرلي اكستراكشن اوف السكند ديسيدوس مولر اللي هو الاي بيدي مساحه لللور فيرست بيرمننت مولر انه يتحرك ميزيالي، وبالتالي يمنع السكند بريمولر انه الربط. وبعد كده اللور كناين، الابر سنترال اند الابر لاترال انسايزر. من ضمن الكومبليكيشنز، ويمكن اهم كومبليكيشن بنتكلم عليه ممكن يكون مصاحب لامباكشن توس، هو البين. البين ده جاي نتيجه البوشنج اجينست ايتش اذر، السنه الامباكتد عماله تزق في السنه اللي جنبيها، ضغط عليها، ممكن تكون كمان عملت لها كيريز من الديستال كده وبدا يكون في بين، تمام كده؟ طيب، كمان من ضمن الكومبليكيشن الانفكشن بصفه عامه. انتم متخيلين بانه ممكن ال partially erupted زي دي كده اللور ايه ممكن يدخل العيان في انفكشن تبدا من بيريكورونيتس وتنتهي بانه ممكن يحصل له لودفيج انجينا بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. طيب اهو، يعني ايه بيريكورونيتس؟ سبق واتكلمنا قبل كده في محاضرات الامباكشن ان البيروكورونيتس هي انفلاميشن اوف السوفت تيشو اللي هي الاوبركيولم اللي سراوندنج او مغطيه بارشيالي الرابتد توس زي اللور ثيرد مولر ده. علشان كده لازم، علشان اقول في بيروكورونيتس، لازم يكون في كوميونيكيشن ما بين السنه وما بين الاورال كافيتي. طيب الاكيوت بيروكورونيتس، اي حاجه اكيوت الساين اند سيبتومز بتاعتها بيبقى بين، وبين شديد كمان، سيفير اند ثروبينج بين. كمان ممكن يكون في شويه تريزمس نتيجه الانفلاميشن اللي حوالين المسيتر على سبيل المثال، ممكن يحصل بقى لو الانفكشن زادت اكسترا اورال سويلنج. كمان ايديمتس اند بينفول اوبركيولم، فيتد اودر، ريحه كريهه، وممكن يحصل lymph node enlarged وtender on palpation. طيب هعالج الاكيوت بيريكورونيتس ازاي؟ ممكن ابتدي بالكونزرفاتيف تريتمنت قبل ما الجا للسيرجيكال تريتمنت. الكونزرفاتيف تريتمنت الجا ليه امتى؟ لو انا السنه البيريكورونيتس ناتج عن ان الاوبوزنج توس مثلا الابر 8 عنده قصب كذا زيادة أو قصب طويل
او جزء من القصب بتاعه عمال يضغط عليها نتيجة التروما المتكررة والفود امبيجمنتيشن، فبيحصل لها ايه ريكرنس في الانفلاميشن في الاوبركيوم. فممكن ببساطة اعمل سيلكتيف جرايندنج للاوبوزنج توس، ممكن اعمل جنتل اريجيشن تحت الاوبركيولم وبالذات بالهيدروجين بيروكسيد، على اعتبار ان البكتيريا اللي تحت الاوبركيولم دي انيروبيك وما بتحبش الاكسجين، فانا بدخل عليها عدوها اللي هو الهيدروجين بيروكسيد. كمان ممكن اخلي العيان يستخدم وورم سالاين اند وورم ماوس ووش، انتيبيوتيك ثيرابي اكيد وانالجيسيك، وسبورتيف بقى تريتمنت زي الفيتامينز والفلويدز اند سو اون. طيب لو مفيش فايده، الالم مازال مستمر او ريكارنت بيروكورونايتس، هنا ممكن الجا لحل الاوبركيوليكتومي، على اعتبار ان لو السنه في الاوكلوجن مظبوط وموقعها ممتاز ومفيش منها اي مشكله، ممكن بالبلدي كده اقص الاوبركيولم اللي حوالين البارشال امباكت التوس. في ناس ما بتحبش القصه دي وبتقول يعني الثيوري عندهم بتقول ان هي عامله زي الضافر كده، ما بقصه بيرجع يطول تاني. والحل التاني اودونتكتومي، ان اخلع السنه البارشال امباكتد ايه اصلا. اهو ممكن كمان الانفكشن دي، زي ده كان مريض وليس يانج ايج، كان تقريبا 36 سنه، بس مشكلته انه كان دايابيتيك بيشنت. الموضوع ابتدى معاه بالم من يومين في البارشال امباكتد ثيرد مولر، تمام، وحصل زي ما انت شايف كده تطور سريع في الانفكشن وعمل له سب ماستريك سبيس انفكشن، حتى ملاحظه اهو التريزمس عند العيان، واضطرينا ان احنا نخش ندخله جنرال ونعمل له انسيجن اند درينج، وخلعنا ضرس العقل ساعتها. هذا هو برضه ممكن ينتج لودفيج انجينا. وهذه بيبر مثلا بتتكلم على سيفير اودونتوجينيك انفكشن وكان سببها بارشال امباكتد توس. طيب ممكن من ضمن الكومبليكيشنز يحصل لي سيستيك او باثولوجيكال ليجن فورميشن، يعني دنتجر السيست حوالين الامباكتد، ايفن اف ممكن يتكون ادينوماتويد اودونتوجينيك تيومر زي ما هنشوف في بيبر لاحقا، انه برضه ريليتد لامباكتد كاناين، تمام. وات ايفر بقى كانت السنه الامباكتد ايه، كان في حاله مثلا موجوده من قريب كان دنتجر السيست حوالين امباكتد ثيرد مولر ماكسيلاري ثيرد مولر، اهو اهي شايف، واضطرينا ان احنا نعمل نيزل انتروستمي عشان نقلل البليدنج والانفكشن في الماكسيلاري ساينس. هذا هي مثلا حاله كانت اي او تي ادينوماتويد اودونتوجينيك تيومر حوالين امباكتد ماكسيلاري كاناين. هذا هو مثلا حاله ثانيه ادينوماتويد اودونتوجينيك تيومر اي او تي فين كمان في الماندبل، يعني على عكس ما هو متوقع دايما بان الاي او تي بيحب البروبريت او الفيفربل سايد بتاعه في الابر ماكسيلا وبالتحديد في الحته دي كده عند منطقه الكاناين اريا، لا المره دي جه تحت اي او تي اهو. هذا كمان بيبر لكيس اوف لارج ادينوماتويد اونتوجينيك تيومر، ممكن حضراتكم بقى تطلعوا على البيبر دي بنفسكم على الجوجل سكولر او يعني اي مواقع تانية زي البنك المعرفه المصري، او حتى ايفن اف في موقع اسمه هنداوي، كل دي مواقع من شانها بتنشر بيبر تعليميه. كمان من ضمن الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع الامباكشن جو فراكتشر، سواء كان الجو فراكتشر باثولوجيكال او ياتروجينيك اثناء ما انا جاي اخلعه فراكتشر، اهو زي ما هو واضح في الانجل اوف ذا ماندبل، اهو شايف هذا الامباكشن اهي اهو اهو جميل جدا اهو، ياتروجينيك مانديبولار اسوشيتد والثيرد مولر ريموفال. الكلام ده يمكن كان في 2011 دي بيبر منشوره. كمان دي حاله يعني شفتها كده، كانت ديسبليسمنت اوف امباكتد توس، انه ممكن يحصل له ديسبليسمنت في فاشيال سبيس، يعني الحاله اللي قدامنا دي حصل ديسبليسمنت للتوس
في السبمانديبولار سبيس. حاله تانية هوريها لحضراتكم، حصل ديسبليسمنت للتوس في الماكسيلري ساينس. حاله كمان ديسبليسمنت للتوس في الانفرا تمبرال فوسه، ويمكن في فيديو في اخر المحاضره او فيديوهين هنعرضهم لحضراتكم، واحد لديسبليسمنت اوف امباكت التوس في التيريو مانديبولار سبيس، والحاله الثانيه كانت في الانفرا تمبرال سبيس. هذا اهو ديسبليسمنت الامباكت التوس في الماكسيلري ساينس اهو، هذا هو حاله كمان لابر 8 حصل له ديسبليسمنت في الانفرا تمبرال فوسا، تمام. وهذا بيبر زي اهي كمان، او بيبر بتقول ويمكن موستلي بيحصل له ديسبليسمنت في الماكسيلري ساينس، من اكتر الحاجات اللي ممكن تقابلها في اثناء شغلك. كمان ممكن يحصل النيورال كومبليكيشن، سواء كان انجري في الانفيريور الفيولار نيرف وينتج عنه لور ليب نامنس، او ايفن اف لينجوال نيرف، ودي ممكن تحصل بالذات لو عملت اللينجوال ابروتش. يعني في انجلترا بيحبوا دايما يعملوا اللينجوال ابروتش اثناء خلع اللور ثيرد مولر في الفلاب، وفي بعض الاحيان بيفتحوا الفلاب عادي بس بيكسروا اللينجوال بليت بتاع الماندبل بحيث انه يوسع كده الدنيا ويخلع الدرس ويرجعه تاني. او منتال نيرف، لو انا مثلا الامباكشن كان في السكند بريمولر. ولو نتذكر مع بعض اثناء ما كنا بنشرح محاضره الامباكشن، قلنا بانه في عندي 7 راديوجرافيك ساينز، لو لقيت واحده منهم وانا بعمل بانوراما او اكس راي عاديه مع الثيرد اللور ثيرد مولر، لو لقيت واحده من السيفن راديوجرافيك ساينز دول اللي هي كانت ساينز اوف هوي اند بويتون، لو لقيت واحده منهم يفضل بان انت تعمل كون بيم تو ديتكت ريليشن ما بين الروتس والانفيريور الفيولار كانال. كان ايه السيفن راديوجرافيك ساينز دي؟ ثلاثه كانوا ريليتد للكانالز، اللي هي لو لقيت فيه ناروينج زي ما هو واضح هنا كده في الكنال، divergent interruption في superior border بتاع inferior alveolar canal، او بقى لقيت مثلا darkening في الروت، deflection في الروت، narrowing of roots، dark and beefed apex of the root، اي واحدة من السبعة دول لقيتها في البانوراما يفضل انك تعمل كون بيم. شايف هنا مثلا المنظر اهو، شايف هذا السوبيريور بوردر او في الانفيريور الفيولار كانال ماشي ماشي، وهوب مره واحده هنا ما انتش شايفه. يفضل بانك تعمل كون بيم عشان تتاكد اكتر بانه الدرس قريب او بعيد، او لا قدر الله انجيجمنت للكانال نفسها ان سو اون. طيب، ويمكن مؤخرا اساتذتنا يفضلوا انه اي مانديبولار ثيرد مولر امباكشن لازم تعمل له كون بيم، لازم تعمل له كون بيم تو ديتكت الريليشن شيب ما بين الروتس والانفيريور الفيولار كانال. ويمكن في هذا الصدد ادا هي بيبر مثلا كانت منشوره في 2021 بتتكلم عن انه اهميه الكون بيم في انه يقلل الكومبليكيشن ريت اللي ممكن تكون مصاحبه للسيرجيكال ريموفال اوف لوور ثيرد مولر. جميل جدا. طيب اللينجوال نيرف، يمكن من برضو القلائل اللي ممكن تحصل لينجوال نيرف انجري، لكن وارد انه يحصل. ويمكن البيبر اللي قدامنا دي بتتكلم على انهم عمل استدي على 116 حاله خلع للور ثيرد مولر، كان نسبه الباراثيزيا فيها بعد الخلع 0.9% age، يعني تقريبا بنتكلم في حاله واحده بس، 1 patient بس اللي حصل فيه lingual nerve injury بعد الخلع. طيب، من اسوأ السيناريوهات اللي ممكن تصاحب extraction او impacted tooth ان السنه نفسها يحصل لها aspiration. السنه نفسها يحصل لها aspiration من اسوأ السيناريوهات. شايف هنا حضرتك حصل للسن اسبيريشن في اللنج، يعني ده سيناريو ربنا يكفينا جميعا شره.
وده بيحصل اكتر اثناء الخلع under general anesthesia. ويا سلام بقى انت كمان بتخلع under general anesthesia وما انتش حاطط باك، ما انتش حاطط باك، وبالتالي العيان ما فيش ريفلكس، وجيت بتعمل لاكسيشن مثلا والسنه نطرت هوب اسبيريتد. هذا اهي بيبر بتتكلم على اسبيريشن اوف اكستراكتد توث اندر جنرال انستيزيا. طبعا من ضمن الكومبليكيشنز برضو اللي ممكن تكون مصاحبه لاني امباكشن البليدنج اثناء مثلا ما انا جاي اخلع، نتيجه بقى لاسيريشن اوف سوفت تيشو، نتيجه opening للنيوتريشنال كانال، كومبنساتوري فازو دايلاتيشن، اديت انت اكسسيف اماونت اوف فازو كونستريكتور وبعد ما خلعت ابتدى يحصل كومبنساتوري فازو دايلاتيشن والعيان تو بليد. طيب هاو تو مانج البليدنج؟ يمكن قلنا البليدنج واتكلمنا على التايبز اوف بليدنج وفردنا محاضره طويله عريضه للهيموريدج والشوك، وكان عنوان المحاضره هيموريدج اند شوك. لكن ببساطة كنا بنقول بإن البليدنج البرايمري اللي هو أثناء العملية ممكن تعمل له مانجمنت عن طريق إنك النيوترنت كانال دي تعمل كراشنج للكانال، أو إيفن إف تستخدم البون واكس، ممكن تعمل سوتشرنج للسوفت تيشو لاسيريشن، ممكن تعمل باكينج في السوكت بجيل فوم أو وات إيفر أي مادة تقلل من البليدنج. طيب لو البليدنج مستمر وخصوصاً بوست اوبرتيف، لو هو مثلا رياكشنري بليدنج اللي هو بعد 24 ساعه، هنا بقى تبتدي تشوف بقى تحاليل العيان سي بي سي وبليدنج تايم والاي ان ار والبي تي والبي تي تي، هل العيان عنده مشكله الكواجيليشن تايم. وطبعا ده يعني نتجنبه بانك تاخد ميديكال هيستوري من العيان كويس. من ضمن الكومبليكيشنز برضو اللي ممكن تحصل دراي سوكت، دراي سوكت يجي العيان بعد ما يخلع ضرسه بيومين او ثلاث ايام يجي يقول لك يا دكتور انا حاسس بالم ومش قادر في منطقه الخلع. تمام، فيمكن احنا اتكلمنا قبل كده على البيرنز هايبوثيزيس بتاعت الدراي سوكيت، وقلنا بانه اللي بيحصل انه نتيجه التروماتيك اكستراكشن او الاكسسيف اماونت اوف فازو كونستريكتور او وات ايفر اللي بيحصل كالاتي، انه بيبتدي يحصل انيشيشن للبلازمين ويحصل فايبرينولايسن البلاد كلوتنج تتآكل. طب ليه ما بيجيبش دم جديد ويكون بلاد كلوت جديده؟ لانه بيكون حصل كمان مع البلاد كلوتنج لايسز نتيجه البلازمين اندكشن كمان بيكون حصل ايديوباثيك سوكيت اسكيميا، مفيش دم رايح للمنطقه ده عشان يعمل فورميشن لبلاد كلوتنج جديده. ناهيك كمان عن افراز الكاينينز ده بين ميدييتورز، وبالتالي تبص تلاقي بعد يومين ثلاثه لما الموربيديتي بتاعه السايت تزيد العيان ابتدى يشتكي من وجع ويجي لك بسيفير بين كمان. طيب تي ام جي كومبليكيشنز، وده بينتج نتيجه التروما، يعني بتتعافى كده اثناء ما انت بتخلع وبالذات اللور ثيرد مولر، ولو العمليه طولت والعيان فاتح بقه مده طويله ممكن يحصل ديسلوكيشن او ايفن اف تي ام جي انترنال ديرانجمنت. ادي كلها بيبرز يعني تقدروا حضراتكم برضو تبصوا عليها وفيها استفاده اكتر لكومبليكيشنز اوف ثيرد مولر سيرجري. وهذا بيبر تانية بتتكلم على الكومبليكيشنز اللي مصاحبة للإمباكتد ماكسيلاري كاناينز. ويمكن احنا معانا فيديوهين، الفيديو الأولاني لدكتور سي ميورو جافل، ده اعتقد في ديسبليسمنت للور ثيرد مولر في السب مانديبلر سبيس، والفيديو الثاني لدكتور جاي ريزنك وده في displacement للأبر ثيرد مولر في الانفرا تيمبرال فوسة. خلونا مع بعض كده نستعرض الفيديو الأولاني ده أهو، بيوريك البري أوبرتيف كون بيم. بسم الله، أهو زي ما هو واضح قدام حضرتك أهو، بص 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 أهو الماوس بيشاور أهو على
الثيرد مولر اللي حصل له ديسبليسمنت في السبمانديبولار سبيس. اهو باين جدا وواضح جدا، واضح بان السبب يعني التروماتيك اكستراكشن، حصل فراكتشر في اللينجوال بليت، عمل ديسبليسمنت لللور ثيرد مولر في السبمانديبولار سبيس. الراجل اهو بعد الانستيزيا هيعمل اوبليك انسيجن وديستوباكال انسيجن، فلاب عادي جدا اللي هو البيراميدال، فلاب ريفليكشن باستخدام الميوكوبروستيال اليفيتور. جميل جدا. وهيبتدي يرفع شويه كده اللينجوال سوفت تيشو، ويمكن حتى في ناس بتفضل ان هي تاخد زي تراكشن سوتشر كده، بتاخد زي غرزه كده وتشدها بالخيط بحيث انه يقدر يعمل ريفليكشن افضل في المنطقه دي. جميل جدا اهو على الهادي جدا بيعمل فلاب ريفليكشن. تمام اعتقد انه هنا اهو اهو تمام اهو هذا قصه التراكشن سوتشر اللي انا بقول لحضراتكم عليه اهو، بحيث انه يساعده في انه يشد اللينجوال ايه سوفت تيشو دي. تمام جدا تمام جدا اهو هيبتدي، طبعا المفروض يكون في ساكشن عن كده شويه، هيبتدي بقى يخلع الديسبليسد لور ثيرد مولر اهو. هو هنا بيحاول يمسك الثيرد مولر ده ب ارتري فورسبس، اعتقد انه انجل ده عشان يسهل عليه بس في القصه دي، محتاج بانه يعمل الاول ديسكشن بسيط كده في المايلو هايود ماسل، لانه سب مانديبولار سبيس يبقى تحت المايلو هايود ماسل. تمام تمام اهو ابتدي بقى الديسبليسد لور ثيرد مولر يبان له اكتر، يمكن هو باين اهو حتى اهو اهو شايفين ابتدى يبان اهو اهو خلاص طلع كده الترس. طيب تعالى بقى نستعرض مع بعض الفيديو التاني كده اهو، ادي ديسبليسد ابر ثيرد مولر في الانفرا تمبرال فوسا. ادي الاشعه، فيديو شغال ولا؟ بسم الله. شغال بإذن الله. أهو آدي الكون بي بتوضح بالظبط مكان تواجد الديسبليز ذا أبر ثيرد مولر. تمام هيبتدي يدي انستيزيا فلتريشن ابر بتاع ده، اسف بكال اند بالاتال. وهيعمل كريستال انسيجن كده على
اكسلريت بروزيتي، وبعد كده يكمل حوالين سالكلر حوالين السيفن والسكس، واعتقد انه هيعمل ريليسنج ارم ابتدي يرفع الفلاب بتاعه عادي جدا. في ناس تانية تفضل ان هي تخش على طول فيستيبيولر انسيجن من عند الفيستيبيول ماكسيمم ديبس اوف فيستيبيول، وتعمل الانسيجن بتاعها بحيث ان هي تكون يعني ايه كمية التيشوز اللي تعمل لها ريفليكشن عشان توصل للانفرا تيمبرال الفصة تكون ايه اقل شوية. زي ما هو واضح ما اعتقدش ده الضرس، لا هو لسه بيعمل ريفليكشن بالمولت بروستيال الليفيتور بالظبط، لسه بيعمل ريفليكشن. طبعا يمكن احنا كنا اتكلمنا قبل كده في قصه انه لما ضرس يحصل له ديسبليسمنت في الانفرا تيمبرال فوسه يفضل بان انت تسيبه في حاله كده على الاقل اسبوعين 3 اسابيع عشان يبتدي يحصل له فايبروزز، يحصل حواليه كده فايبروزز ويثبت في مكانه، وتعمل كون بيم في ساعتها. ومدارس بقى هنا، مدرسه تقول لك والله ادي الضرس اهو ابتدى يبان، مدرسه تقول لك والله لو مش عامل مشكله سيبه، لما يبقى يعمل مشكله بخش هاته، مدرسه تانية تقول لك لا وانا ليه استنى لما يحصل مشكله واخش اجيبه. الاثنين اكشولي صح، لان الانفرا تمبرال فوسه يعني منطقه ملغمه حقل الغام فيه ما فيه من نيرفات ماكسيلاري نيرف ومانديبولار نيرف، فيه ما فيه من بلاد فيسلز سواء كان ماكسيلاري ارتري تريجويد بلكسس اوف فينز، فيه ما فيه من ماسلز ماسلز اوف ماستيكيشن، في كمان الليسر بتروزال نيرف اللي هو الباراسمباثيك للاوتيك جانجليون اند سو اون. فاللي بيقول سيبه انا خايف اعمل انجري لاي حاجه من دول، ادى الضرس اهو طلع على خير الحمد لله، واللي بيقول لا خش وشيله عشان ما يضطرش انه لا قدر الله يعمل لي انفكشن في الحته دي هتزعلك ليتر اون، هيبتدي يشيل بقى الفايبرس تيشو اللي اتكونت حوالين الديسبليسد ثيرد مولر في الانفرا تمبرال فوسه، ويعمل الريجيشن كويس ويبتدي يقفل الجرح بتاعه. اعتقد هنا كده اهو تمام، بيبلبيت الاول لو في شارب ايدجز ولا لا الدنيا تمام، هي يخيط بقى على طول. طبعا هنا بيقول لك انا هنا خيطت ب كروماتيك كات جات اللي هو ريزولفبل ايه ريزولفبل سوتشر. جميل جدا خلاص خيط، هياخد غرزه كمان. تمام زي الفل. يطمن على السايد بعد ما يخلص، مفيش مانع ان احنا ناخد غرزه واحده كمان كده. وفي ناس تفضل تقول لك سيب زي حته كده صغننه يعني ايه بالبلدي كده تفلفص، عشان يعني لو في بوست اوبرتيف اديما ولا هيماتوما هتفلفص منها بدل ما تزيد معاك. خلاص اعتقد كده صديقنا المحترم خلص شغل، اعتقد بقى هيورينا السايد بعد ما يخلص، وقاعد الضرس اللي كان حصل له ديسبليسمنت اهو زي ما هو واضح كده قدام حضرتك، وشكرا جزيلا. بكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية محاضرتنا النهاردة، أتمنى بأن حضراتكم تكونوا استفدتم واستمتعتم بيها، وكالعادة لو حضرتك لسه جديد معانا فحالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبة لأصدقائنا ما تبخلوش علينا بالدعم والطاقة الإيجابية عن طريق اللايكات والشير، منتظر آرائكم واقتراحاتكم في التعليقات تحت، وأرجوكم يا جماعة
خدوا لفة في سلسلة محاضراتنا اللي فاتت اللي موجودة على القناة، وما تنسوش تحميل لينك الكتاب الخاص بكل محاضرات القناة، هتلاقوه على التليجرام. تشرفت بوجودك.